بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم كل خير، يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله في بيت الحكمة. بداية أشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة، وسبحان الله وصلني من الرسائل سواء منكم يا بيت الحكمة أو من اللي يتابعون من الأمهات والآباء والأخوات والإخوان والبنات والأولاد، اللي يعتبرون بنات وأولادي، أشياء كثيرة جدا من ضمنها المشاعر الأخوية والحب في الله سبحانه وتعالى ودعاهم العمت. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتاكم، ولا هي بغريبة على جمهور قناة بداية ولا اللي يتابعون قناة بداية هالخير وهالمحبة. وحنا والله راضين، الموت حقيقة تثبت أن الله حي لا يموت، كلنا بنموت، كلنا أموات عيال أموات، والحمد لله والشكر لله. والله من الشيء اللي زاد طمننا وفرحنا، أول شيء رضا أهالي الميت باللي حصل. أنت يوم تجي مقبل على الناس، يوم تجي تلقاهم راضين ومحتسبين، أنت ترتاح أكثر. وأنا أقصد بالتحديد أولادها وبناتها وزوجها، الله يصبرهم ويعوضهم خير. والحمد لله على كل حال راضين، ونحمد الله سبحانه وتعالى. وأزيد أكرر شكري لكم، وصلني عزاكم وصلتني مشاعركم، والله ما يبغي غريب عليكم، والله لا يذيقكم حزن، وإن شاء الله يجعلكم راضين بكل ما يجي من عند الله سبحانه وتعالى، وما يأتي من عند الله خير. آمين. وأمر والمؤمن كل أمره خير.